السلام عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج معكم في رمضان. بداية دعوني أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا بالأمس جراء الاعتداءات الإسرائيلية أو اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على قطاع غزة وعموم المدن الفلسطينية، وأيضا أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين بعد الأحداث الدموية والعنيفة التي شهدتها جميع مدن القدس وأدت إلى احتجاز عدد من المرابطين هناك بعد محاولات حثيثة من العدو والاحتلال اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين. بأت هذه المحاولات بالفشل. بالمقابل شهدت العديد من المدن التركية والعربية مسيرات وتجمعات لنصرة الأقصى والدعم المرابطين ورفضا لوحشية الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستيطان والتهويد المستمرة على مرأى من العالم. حاولنا مرارا صراحة التواصل مع عدد من المرابطين والمرابطات الأبطال في ساحات المسجد الأقصى وبوابات القدس، لكن نظرا لتسارع الأحداث وصعوبة ظروفهم لم نتمكن من تنسيق استضافتهم. بكل الأحوال ستبقى فلسطين وعاصمتها القدس العربية، وهي قضيتنا الأولى الموحدة لكل العرب والشعوب الحرة. وفي هذه الأيام المباركة نسأل الله الرحمة لأرواح شهدائنا والشفاء للجرحى، كما نسأل الله أن يحمي أهلنا في القدس وغزة وسائر المدن الفلسطينية. فاصل قصير ونعود بعده لنبدأ حلقتنا. عودة عن جديد متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة 29 رمضان، حلقة اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان. الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم وصيامنا وصيامكم، وبارك الله لنا في هذه الأيام، وعسى ولعل الله يجعلها أيام نصر ورزق وعافية وشفاء لكل المصابين ولكل الجرحى ولكل أمتنا العربية والإسلامية. حلقتنا اليوم مركزة صراحة، فيها موضوعين مهمين. الموضوع الأول يتعلق بالاستعدادات، بدنا خطوات عملية وتطبيقية للاستعدادات لاستقبال العيد، عيد الفطر بداية. هذا المحور الأول من حديثنا حيكون. أما المحور الثاني فرح نحكي عن كيفية التهيئة النفسية لنا كأفراد أو كمجتمعات للعودة للعمل من جديد بعد أيام الحظر وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر. كل هذه التفاصيل حنحكيها وحندردش مع الدكتور، وحيكون ضيفنا أكيد الدكتور ملهم زهير الحراكي وهو طبيب نفسي عام. بدي رحب بالدكتور ملهم، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك، حياك الله وبارك الله فيك، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب، الله يعطيك الف عافيه دكتور. دكتور بدايه قبل ما نبدا حوارنا حابين نتابع نحن وياك تقرير حول الاثر النفسي للاغلاق وساعات الحظر او منع التجول اللي صارت بالعديد من الدول، اثر هذا الموضوع على الحاله النفسيه، واكيد بنتابع لنبدا حوارنا بعد التقرير. لكل شخص منا تجربته الخاصة في فترة الإغلاق الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وينتج عن كل تجربة أثر نفسي مختلف. ففي حين أن البعض كانت له فرصة لقضاء وقت أكبر مع العائلة وصناعة ذكريات جميلة، اضطر آخرون لقضاء هذه الفترة في وحدة ودخلوا حالة من العزلة الكاملة. هناك من رأى في الإغلاق تجربة إيجابية وفرصة مرحبا بها للإبطاء قليلا من إيقاع الحياة وممارسة أنشطة مثل المشي أو لنيل قسط من الاسترخاء أو لممارسة الهوايات التي ما كان للوقت متسع لها، وفي المقابل شعر بالتذمر والاستياء ورأى فيها سجنا وتقييدا عن الحركة وممارسة أنشطته المعتادة. وفي حين أن بعض العائلات قد يكون لديها موارد كافية للتقارب أثناء تدابير الإغلاق، فقد عانت أسر أخرى من فقدان الوظائف والعزلة الاجتماعية ودرجة من درجات الاكتئاب وغموض بشأن المستقبل الذي من غير المحتمل معالجته خلال سنوات عديدة. وبغض النظر عن الشكل التي اتخذته الحياة في فترة الإغلاق، فإن ثمة وجها لها يبدو أن البشر قد اشتركوا فيه جميعا، وهو أنها مثلت عرقلة مفاجئة للترتيبات المعتادة لمعيشتنا ولروتين حياتنا اليومية على نحو لا يحدث عادة. فهل سيترك هذا الوقت غير المألوف تأثيراته على شخصيتنا في العمق لا على السطح فحسب؟ وهل نشعر الآن ونحن نعود تدريجيا لممارسة حياتنا في عالم مختلف قليلا
بأن شخصياتنا تغيرت بعض الشيء، وإذا كان ذلك قد حدث، كيف ستتكيف شخصياتنا الجديدة مع الوضع الناجم عن استئناف التعامل مع الآخرين مثلا؟ ورجعنا لكم عن جديد متابعينا. كان هذا تقريرنا اللي أعدته زميلتنا مجدية كريمة، الله يعطيها ألف عافية. طبعا نحن سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم هو: كيف تستعد ذهنيا ونفسيا للعودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر؟ نحن بانتظار استقبال اتصالاتكم على الأرقام 0350-03416 أو حتى 17. بإمكانكم مباشرة تتواصلوا معنا، تعطونا رأيكم أو حتى تطرحوا أي سؤال على دكتورنا وضيفنا لليوم. وأيضا بإمكاننا قراءة تعليقاتكم أو حتى آرائكم على منصاتنا بالفيسبوك أو حتى اليوتيوب. بدي أرجع رحب فيك عن جديد دكتور ملهم، أهلا وسهلا فيك دكتورنا. سؤالنا العام اللي صراحة حابين نبدأ في حلقتنا هو: بدنا من الأخصائيين مثل حضرتك خطوات عملية لربما تطبيقية فعلية لاستقبال إجازة عيد الفطر، وكيف يمكن لنا أن نهيئ أنفسنا لهذه الإجازة يلي حتكون للسنة الثانية على التوالي داخل منازلنا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحم على شهداء الأقصى وأيضا على نرجو السلامة والعافية للجرحى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يحرر بلادنا من الطغاة بكل أنواعها. الآن نحن في العشر الأخير، فأرجو من الله سبحانه وتعالى الجميع طاعة مقبولة ويعني عيد سعيد بإذن الله. طبعا التحديات في هذا العيد مثل العيد الماضي، في تحديات أنا ما بسميها إنه يعني انهارت الحياة أو تهديدات وإلى آخره، ولكن خلينا نسميها كلمة تحديات. دائما الإنسان يتبع في مزاجه حالته العقلية، يعني المزاج، السعادة والفرح وهذه المشاعر اللي نحن تأتي إلى داخلنا هي تابعة لطريقة التفكير أو طريقة التفسير. إذا أنا فسرت إنه أنا مسجون ويعني جالس في حجر الصحي، انا اتكلم الان على عموم الفئات، يعني ممكن بعض الفئات تقول انا يعني عندي تفسير واحد انه انا فقدت عملي او فقدت راتبي لهذا الشهر او انا ما معي مال، لكن انا عم بتكلم بعموم الاحوال. نعم. اذا انا فسرت ان كنت انا تضررت بشكل مادي كبير من هذا الشيء او لم اتضرر، اذا فسرت تفسير سلبي كلاهما كلا الطرفين راح يشعر بالكآبة. أما إذا فسرت أن هذا العيد هو عبارة عن عيد تالي للطاعة، إذن يعني في بعض التفسيرات الدينية الروحية جميلة جدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفرح بعبد المسلم، يقبل الصيام، عيد الفطر، صلاة العيد، هذه الأشياء اللي متعلقة بديننا وإسلامنا. أكيد الإنسان إذا فكر بهذه الطرق، ممكن بعض الأحاديث الشريفة وبعض الآيات في القرآن الكريم عن شهر رمضان ربما تساعد الإنسان يتمثل المعنى الروحي للعيد. العيد معنى روحي جميل جدا وعميق جدا ومرتبط بطاعة الإنسان. الإنسان يفرح أنه أتم شهر رمضان، يفرح أنه أنجز 30 يوم من الصيام، الإرادة تبعيته تغلبت. مثلا يعني كل الناس تقول أنا قبل رمضان ما بحسن صوم، مثلا ما بحسن، مو فقط صيام، على كثير أشياء ما بقلع عن هذه العادة. لا، وجدنا أنه في رمضان يثبت لك رمضان أنك تستطيع بروح الجماعة، يعني في روح جماعية جميلة جدا في رمضان. بصير الإنسان بيقول اللي مثلا في ناس أحيانا تترك الدخان، في ناس مثلا بينزل وزنها، تتحكم بوزنها أكثر وإلى آخره من العادات الصحية اللي أو الإرادات، يعني إرادات تحققت، وهذا شيء جميل أن يحتفل الإنسان في رمضان فيه. سابقا في ناس مثلا الطاعة قليلة عندهم، الصلاة، قراءة القرآن، كل هذه الأشياء كانوا بعيدين عنها، في رمضان عادوا إليها. إذا في إنجازات لا نستصغرها أبدا، يعني لا تستصغر من المعروف شيئا مهما كان صغير. هذه الإنجازات إذا أنا تمثلت فيها أو تمثلت الأجر وتخيلته وفسرته في عقلي، أكيد العيد راح يكون مناسبة سعيدة. يا سلام. طبعا الأمور المادية أكيد تعكر بشكل كبير جدا على الإنسان، يعني لا شك، ولكن هذا التحدي، هل أنا بدي أفرح؟ أنا رح أفسر العيد، أجلس أتذكر ذكرياتي مع مثلاً، يعني بتصير حتى أنا معي شخصياً أحياناً ممكن إنسان شوي نحن في الغربة أتذكر أيام العيد عند الأقارب، بين الأهل، أيام الرخاء، أيام ما في كمامات، فأشعر بالأسف. لازم رأسي مباشرةً أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في داعي على الأسى هذا، وأعوذ أنه أنا الحمد لله جالس في بيتي مع أهلي وأسرتي وأحاول قدر الإمكان أن يعني أن أسعد نفسي. من حاز قوت يومه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام،
وآمنا في سربه وحاز قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أما موضوع بعض الناس يعني أو في كثير في الفئات للأسف يعني نحن كثير يعني كان حزينين على بعض الفئات اللي بتعيش مياومة يعني كل يوم بيوم، فهذول أكيد يعني راح يتأثروا. هون بقى التحدي مو لهم بشكل أساسي، التحدي للمجتمع أن يكفلهم، للمنظمات أن يعني تنظم. كثير من أنا بعرف كثير من الناس المخيرين اللي هن ينتظروا يعني منظمة رسمية أيوة تساعد الناس اللي هن حابين يبقوا يدعوا لهذه الفئات أن يقدموا شيء لهذه الفئة حتى الكل يفرح في العيد. يعني العيد فرح على الجميع حتى ما يكون العائق المادي هو فعلا يهبط كاهل الآباء ربنا سبحانه وتعالى يعينهم. يعني أنا ما بتخيل كم هو الضغط اللي يتعرض له الإنسان في حال جاء العيد وأولاده أمامه وما في مال يعني يكفي حتى قوت اليوم. في بصراحة أنا حابة نركز مع حضرتك على هي على هذا الشق صراحة. يعني كتار نحن بدنا نكون منطقيين، وعن جد نحن من أقربائنا يعني ما بدنا نبعد، العديد من أقربائنا العديد من أصدقائنا لربما تعرض إذا ما كان خسران للوظيفة بشكل كامل لربما تخفيض بالرواتب اللي أصلا ما عاد صارت تكفي بظل ارتفاع بعض الأسعار وغلاء المعيشة بالعديد من المناطق، ليس فقط بالمجتمع التركي نحن عم نحكي، يعني بالعديد من الدول. بالفعل أزمة كورونا أثرت وكان لها عبء ثقيل جدا على الكثير من الدول وكثير من المجتمعات. نحن هدول الأشخاص اللي هن أصلاً عندهم ضائقة مالية، وضع اقتصادي صعب، شو النصائح اللي ممكن نقدم لهم إياها لحتى يحاولوا قدر المستطاع يكون العيد عندهم له بهجة وله فرحة؟ تمام. طبعاً مثل ما ذكرت دور المجتمع هون جداً أساسي ومهم لدعم هذه الفئات، ولكن نحن مثل ما بنعرف الدعم يجب أن يكون منظم. أما أنا كفرد كأب وعاني من ضائقة مادية الآن، كما حكيت لو فسرنا هذا الأمر تفسير سلبي، إنه مثلا في ناس تقول والله أنا ضاق رزقي لأنه كذا، لأنه يعني هيك بفسر في ناس بعض التفسيرات سلبية، ربما أنا ربي غاضب علي مثلا أو شو هالحياة أو شو هالمجتمع، بصير يدخلوا أحيانا في حالات عجز ويأس وكآبة. تماما. فنقول له لا تعجز ولا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، واشعر بقدراتك. يعني أحيانا هذه المحن كما يقولون فيها منح، وهذه المخاطر فيها فرص. يعني أنا بعرف مجموعة من الأشخاص اللي فعلا دخلوا بعد بأحداث كورونا قبلها في ضوائق مادية، واستطاعوا من خلال التفكير الإبداعي، التفكير خارج الصندوق، جميل، أن يكتشفوا طرق لتحصيل الرزق جميلة جدا، ويعني فيها فائدة عالية. يعني في أذهاني بعض الأشخاص مثلا ممكن نضرب أمثلة أو بعض القصص اللي قد يعني قد تسلي صاحب يعني رب المنزل أو الأب بشكل أساسي. نعم أكيد دكتور. يعني بعرف رح نتابع مع حضرتك وربما نذكر أمثلة ونكون أقرب من الناس بطرح هاي الأمثلة وذكرى، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني قصير وبنرجع لنتابع مع حضرتك حوارنا. متابعينا فاصل إعلاني قصير وبنرجع لنكمل حوارنا، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران،
خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بحلقة اليوم 29 من رمضان ببرنامج معكم في رمضان. طبعا سؤالنا التفاعلي اللي بدي أرجع أذكر فيه ويلي نحن بانتظار اتصالاتكم على الأرقام 0352-03416 أو حتى 17. سؤالنا التفاعلي هو كيف تستعد ذهنيا ونفسيا للعودة للعمل بعد إجازة العيد، وهو إجازة عيد الفطر. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. دكتور ملهم بدي أرجع رحب فيك عن جديد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ هنا. الله يسلمك يا رب. دكتور ملهم، نحن كنا عم نحكي قبل الفاصل عن بعض الأمثلة اللي حضرتك كنت حابب يعني تخبرنا عنها، لربما لحالات كانت أكيد عاشت ضائقة مالية وربما وضع اقتصادي صعب وقدرت بسبب بقدرة منها عبر التفكير الإبداعي إنه تتخلص من هاي الضائقة وتكمل حياتها بكل سلاسة وسلامة. لو بنذكر بعض الأمثلة ربما عم تجيكم على العيادة ويعني تكون بشكل يومي عم تجيكم هيك حالات. طبعا أنا رح أتكلم كإنسان عادي، يعني الناس بعرفهم سمعت عنهم وناس بعرفهم شخصيا، ما رح أتكلم من العيادة حتى ما يقولوا إنه هي فئة منتخبة أو فئة انتقائية. بالضبط. كلنا بنعرف في بعض الناس فتحوا لما صار احداث كورونا، الشيء الوحيد اللي ازدهر بشكل كبير بكورونا هو وسائل التواصل. مثل ما الكل بيعرف، يعني حققوا مرابح عاليه وسائل التواصل، دول تبع الميتنج الاجتماعات الاونلاين كمان ضربوا ارقام، اضافه طبعا لوسائل التواصل المعروفه يوتيوب وانستغرام وغيرها. في بعض الناس كانت قبل كورونا يعني ما عرف ايش تسوي، ما عندهم يعني ما بيعرفوا حالهم او ما بيعرفوا نفسهم شو عندهم قدرات. في بعض الاشخاص انا بعرفهم ما بدنا نعملهم دعايه، هنا ما شاء الله يعني محلقين،
استطاعوا أن يفتحوا قناة، قناة مفيدة صراحة من ضمن قدراتهم، وبدأوا يعطوا فوائد عظيمة جدا، والقنوات يعني مليانة دخلت بالملايين ما شاء الله، ويتابعوها الناس، وهن ما عمروا القناة إلا مع بداية كورونا. هن يعني عملوا معه يعني مع عدة أشخاص لقاء، وقالوا إنه لما أجت كورونا كانت كورونا هي تحدي إنه نرجع نقول شو فينا نسوي بهذا الإغلاق والحجر، نحن جالسين في البيت فما لنا غير نفكر بوسائل التواصل. تمام، إذن هذه أحد شاب الحقيقة، وما شاء الله عليه يعني جدا مبدع في عمله ومفيد، يعني القناة مفيدة مش قناة سخيفة. لربما جعلوا هذا الظرف الصعب، الظرف الصحي الصعب والقعدة بالبيت هي حافز لهم للعمل والإبداع والتفكير، يعني للتعويض الجمود اللي صار فجأة بحياتنا. صح، بعرف شاب أيضا، هذا الشاب متناسق قوي، عنده شبكة علاقات اجتماعية، كان هو عبارة عن مهندس، مهندس بحد التخصص، فلما وكان للأسف بسبب أحداث سوريا وانتقاله لتركيا ما يشتغل فيه شهادته من 7 سنوات، حتى لما أنا أذكر الشهادة اللي دكتور أنا ما تحكي لي عن الشهادة لأنه خلص ناسي كل شيء عن الشهادة، فيعمل محاسب في مطعم وراتب بسيط جدا يعني يا دوب يكفي. لما اجت كورونا طبعا المطاعم اغلق، في منهم اغلقت او سرحوا كثير من الضبط. هو من الناس اللي تسرحوا، اصبح بدون عمل، جلس شهرين، لم ييأس ولم يعجز، وبعدها طبعا عرض عليه عمل من طبيعه شهادته، سلام، يعني شيء بسيط تعلق فيها فدخل فيها وبدا يستعيد معلومات ورفرش معلومات عن طريق قنوات اليوتيوب، يشترك ببعض الدورات المجانيه المقدمه طبعا للسوريين، واستطاع يستعير وبدأ يتعلم لغات برمجة وإلى آخره. فإلي أنا حياتي انقلبت 180 درجة، بعدين عرض علي عمل آخر بنفس المجال سبحان الله، فصار يعمل صباح ومساء ومع بذحين ما شاء الله عليه، ما شاء الله جميل. والآن من يعني بسيطة بيتكلم أنه بيشتري سيارة، وهذه الظروف بيقول أنه طبعاً بعض الناس ساعدون، فقال أنه يعني أفكر في شراء سيارة رخيصة، هذا طبعاً أحد النماذج المشرقة. يعني أحد الأشخاص أيضاً بعرفهم كان يشتغل يعني إداري، ويعني راتب متقطع شهرياً، تعرفوا بعض الناس ظروفهم يعني مرات يأخذ مرات ما يأخذ راتب، يعني عايش بالكفاءة. بسبب ظروف كورونا أيضاً اكتشف أنه عنده موهبة التسويق الرقمي، يعني بيحب يدخل ويعمل إحصائيات ويعمل دراسات وصناعة محتوى إلى آخره، أيضاً دخل مجال التسويق الرقمي وبدأ يعمل دورات أسعارها بسيطة، وداخل كل ماله وماله يتعمق أكثر في هذا التخصص اللي معروف إنه هو تخصص عميق جداً والآن مطلوب للغاية بشكل كبير جداً، ويستطيع العمل من منزل، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق بإذن الله. إن شاء الله. هذه نماذج لا نفكر بالناس اللي يعني إنه فقط إنه خلص فقدت عملي، معناته خلص يأس عجز، ما عاد عندي فلوس، ضاع أولادي، تشردنا، يعني هاي الصور الكئيبة إذا الإنسان فكر فيها ما تفكر به تحصل عليه، الشيء اللي بتفكر فيه تحصل عليه، تحصل على شعور سيء. لا أفكر إنه كورونا هي فرصة أو تحدي لك حتى ممكن ترجع تكتشف نفسك، في عنا قدرات نحن للأسف ما حد اكتشفها حتى أنا ما بعرفها. ففي شيء جميل جدا في العالم الغربي اسمه الاستشارات المهنية، أنا الآن يعني أعمل مع مستشارين مهنيين معي بالفريق، هذول شغلتهم إنه يعملوا لك، أنا سويت استشارة الحقيقة من 4-5 سنوات واكتشفت أشياء في شخصيتي أنا مش عارفها مع أنه أنا طبيب نفسي، رائع، وقررت أعدل على مسلسل المهني عدة تعديلات بسبب هاي الاستشارة. هي استشارة واحدة بيعملوا لك اختبارات، بيقولوا لك إيش القدرات اللي عندك، ومن قدراتك تحدد الأشياء اللي أنت بتحبها حتى تتابع فيها حياتك. أنا أنصح كل إنسان أن يقوم بهاي الاستشارة المهنية، وعددهم في العالم العربي جدا قليل، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزداد عدد المستشارين المهنيين. طبعا عم نتكلم عن المستشار المهنيين الحقيقيين، في ناس كثير يدعوا، ولكن المستشار المهني الحقيقي هو كنز للمجتمع، لأي مجتمع، فهذا بيساعد على اكتشاف قدرات، بوابة ليكشف مكنونات الداخلية اللي نحن عنها، المواهب ربما، الشغلات اللي نحن أصلاً غافلين عنها. وهي أصلاً فترة الجلوس في المنزل دكتور ملهم، يعني مثل ما ذكرت نحن بيننا وبين حالنا بنقدر بشكل أو بآخر نكتشف أنه عنا مثلاً ببعض المناطق في نقص هون فرصة، لأنه أنا تابع بعض المحاضرات، بعض الدروس في اليوتيوب، أو لربما أطلع أكثر، زيد ثقافتي أكثر. هي فرصة بالفعل عم تكون حقيقية لحتى
حتى أنه الواحد ينمي طاقاته ومواهبه وأيضا الشغلات اللي حاسس أنه عنده نقص فيها. دكتور، كنت تعقيبا على فكرة كنت عم تحكي أنه قطاع المطاعم بالفعل منظمة الصحة العالمية أو منظمة العمل الدولية مؤخرا أصدرت بعض الأرقام وقالت أنه قطاعين المطاعم والفنادق وأيضا السياحة ببعض المجالات هن الأكثر الناس يلي ضررت أو أكثر القطاعات اللي ضررت بالمقابل ازدهار لقطاع الاتصالات، ربما مثل ما ذكرت التسويق الإلكتروني وحتى الإعلام قطاعات أخرى. بهذا المجال لو نتبحر أكثر، هدول الأشخاص اللي فقدوا عملهم ربما خسروا هذا العمل بهذا المجال، الأمثلة اللي ذكرتها بالفعل هي كافية أنه تكون كنموذج يحتذى فيه لحتى نحن نفكر بشكل إبداعي. تمام. في شغلة مهمة حكيت حضرتك أنه فرصة حقيقية أنه الواحد يطلع وأنه جالس في البيت. تمام. أنا صراحة مو مع هذه الفكرة. مالك حاسس انه خبرنا ليش؟ هذا اقول لك ليش، لانه في ناس بتقول انه عندك فرصه الان عمل دورات على الانترنت بالضبط. جالس في البيت ما تسوي شيء. كثير من الناس لما الزموا نفسهم بهذه اللازمات انا لازم اعمل هيك، لازم اقرا، لازم اتعلم لغه مثلا، الظروف صعبه، لانه اول شيء في عبء مادي، واحد في عندنا ظروف البيت والاولاد، في عندنا ظروف رمضان وتعرفوا النوم برمضان. فبعض الناس بيقول انا بدي اساوي واعمل ومدري ايش، بعدين يكتشف انه هو غير قادر، يعني بيصير عنده شعور انا خلص فاشل وما راح يطلع معي شيء. ايوه تمام. ممكن تصير ردة فعل عكسية للحالة. تلطف مع نفسك واشعر بالانجازات ولو كانت بسيطة، ولو عملت مثلا سمعت دورة او فكرة على اليوتيوب فرضا نصف ساعة جيدة جدا، يعني ما تطلب من حالك اكثر ما يمكن. ايوه. في نقطة أيضا مهمة اللي هي عبارة عن خلق الفرص في السوق. أنا هذه يعني في شيء ناس بتلخبط فيه، بتقول لك يعني هذا الشيء اللي أنت عم تحكي فيه ما حدا مو مطلوب بالسوق. تمام؟ أنت إذا شغلة قادر عليها، واحد، تمام؟ اثنين، حاببها، يعني بتشعر أنت لما بتمارسها هيك بحالة من الانطلاق وهيك تجلس ساعة ساعتين ما عم تعمل يعني مستغرق فيها، أنت لحالك إذا حققت هدول التنتين، القدرة والمتعة أو الاستمتاع بحالة الفلو هذه، أنت راح تخلق فرصتك بالسوق. مثل ما هذا الشاب اللي حكيت لكم عليه باليوتيوب، فعلا هو المجال اللي هو داخل فيه. لو أن الحد الأخير عمل قناة وعملها، كثير في قنوات رائعة، هذا هو دخل في قناة بموضوع شائع جدا ومستهلك للغاية منذ سنوات طويلة، ولكن استطاع ببصمة خاصة أن يضع بصماته الخاصة لدرجة أن القناة خلال سنة عدت اظن المليون او المليونين، المشاهدات عنده بالالاف ما شاء الله، وطبعا حقق يعني ربح مادي. يعني لذلك الانسان ما يبحث شو طالب السوق، يعني والله بدي اعمل قناه يوتيوب، طب انت هل انت قادر انك على قناه اليوتيوب؟ السوشيال ميديا بحاجه لقدرات شخصيه، هل انت بتحب هذا الشيء؟ اذا انت غير قادر وما بتحب يعني بعد عن هذا. تمام. اما اذا انت وجدت ممكن تجد قضيتك في التسويق، يعني ما بده ظهور اعلامي، التسويق هو عباره عن عمل خلف الشاشات. فايضا اذا لا نبحث انه ايش السوق طالب، ابحث انا بداخلي قدراتي وفعلها، ولازم نعرف انه نحن انفسنا وهو عن حالي انه بكونها بنفسه عمل اختبار حتى اكتشف نفسه. جميل هذا الكلام. هذا الكشف الذاتي انه اعرف نفسك، في بعض المواقع يعني مجانية نوعا ما بتقدم هذه الاختبارات، مثل موقع اسمه اكتشاف، موقع اكتشاف بتقدم اختبارات مهنية، ممكن هيك اختبارات بسيطة تحدد قدراتك، تحدد النمط الشخصية، النمط الشخصية المهني. رائع هذا الكلام دكتور. بصراحة يعني بالفعل نحن بحاجة، بأمس الحاجة لهذا النوع من الاختبارات. رح نتابع مع حضرتك أكيد دكتور حوارنا، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني وفاصل دقة الساعة. متابعينا فاصل دقة الساعة ومنرجع مباشرة لنكمل حوارنا مع الدكتور ملهم، خليكم معنا. الثانية عشرة مساءً بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز
والإبداع عربياً وعالمياً لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب لكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. عودة عن جديد متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بالقسم الثاني من حلقتنا ببرنامج معكم في رمضان. بدي أرجع رحب بضيفنا الدكتور ملهم زهير الحراكي وهو طبيب نفسي عام. أهلا وسهلا فيك دكتور بحلقتنا وببرنامج معكم في رمضان. نحن قبل الفاصل وبالقسم الأول حكينا بشكل مستفيض لربما عن الأثر النفسي لهذا الإغلاق، أيضا النماذج يحتذى فيها يمكن أخذها بعين الاعتبار لكيفية النهوض من جديد في حال المرور
مرور بضائقات اقتصادية أو أوضاع نفسية صعبة. أيضا تحدثنا بما يكفي عن هذا الجانب، حننتقل لمحور آخر وهو يتعلق أيضا بصميم الموضوع وصميم الأحداث اللي نحن فيها، رمضان، العيد، إجازة العيد وبعدها، وخاصة هون في تركيا في العودة من جديد، لربما فتح المجال للعمل مجددا، العودة للعمل، العودة للمدارس، ربما العودة للجامعات. هذا الإغلاق والفتح، مدى التأقلم بهذه التنقلات والتقلبات اللي عم تصير النفسية وربما الشخصية على المستوى الفردي، على مستوى المؤسسات، على مستوى المجتمعات. نبلش بشق يعني وقسم قسم، ونبلش نحكي التأثير على المستوى الفردي، ربما الموظفين، الطلاب بشكل خاص. كيف ممكن يكون لهذا التقلبات وهذا التأقلم أثر إيجابي لربما على الأشخاص؟ تمام. يعني أذكر قصة ما بنساها حصلت معي من 15 سنة. كنت في أحد الدورات مع فريق ألماني بيدربونا، فالمدرب الألماني قال أنتم عندكم آية في القرآن عجيبة كم فيها من الحكمة والتفاؤل، حفظها بالعربي، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية من أجمل الآيات وعظيمة جدا في معناها. الإنسان دائما لما بيفكر فيها، فيها كثير من الأمل، فيها كثير من الشغف. فأنا الآن أحضر نفسي، الجانب الروحي كثير مهم، الجانب النفسي كثير مهم، الدعاء. أنا في عندي كتاب عن الدعاء اسمه تفعيل قوة الدعاء. الدعاء له قوة، مو بس بجلس بدعي بدون أعمل شيء. لما بدعي لازم أفكر بالدعوات اللي عم بدعيها، يعني أنا شو سويت في هاي الدعوات اللي أنا عملتها؟ هل أنا أفكر خارج صندوق التفكير الإبداعي؟ في كثير من الناس كله مثلا عم نحكي هذا الفتابيو، هذا الدكتور مثلا عم يحكي يعني مو متأثر بالموضوع، ما بياخذ الأفكار اللي هي يعني غير تقليدية بطريقة إيجابية. كثير من الناس أنا بقول له في الفيسبوك، يعني في واحد بعرفه كان عنده فكر إبداعي، ومن قال هذا الفيسبوك لازم نستفيد منه تجاريا، يعني الكل يستغرب منه ويتمسخر عليه انه قاعد يضيع وقته. هلا حاليا هذا الرجل ما شاء الله صاحب شركه، كل اعتماده على الفيسبوك تمام في العمل. فيعني وينهم هذول؟ حتى الاشخاص يعني اللي كانوا سابقا يسخروا منه صاروا يسالوه انت كيف عايش، كيف بتضبط كيف مرة. استثمرت هي الفكره اللي كانت جايتك اصلا، التواصل وكانت مفيده جدا لي. فلا تستخف بأي فكرة غريبة عن أفكارك، الأفكار غير التقليدية، الأفكار الإبداعية هي مهمة. أنا بنصح الناس كثير أيضاً، خاصة أنت جالس في البيت، يعني مثل ما الواحد مثل بالسيارة بيقولوا روداج، يعني أنا صار لي تقريباً ثلاث أسابيع، هي الفترة ثلاث أسابيع أنا ما اشتغلت، فنومي اضطرب، برنامج الغذاء الحمد لله رمضان بينظم لنا الغذاء، ولكن النوم مضطرب، غذاء متأخبط، مزاجي سيء، قاعد وجهي بوجه ظروف اقتصادية ربما صعبة. ظروف اقتصادية صعبة. أنا أول شيء نظم نومك، مهم جدا أنك يكون لك برنامج نظامي بالبيت، هذا بشعرك أو جالس طول الوقت عم تلعب مثلا، يعني واصل الليل بالنهار، هذا طبعا ما لك أخذ بالأسباب. حتى لو دعيت الدعاء معطل عندك، لأنك بس عم تطلب معجزة تصير، والمعجزة ما رح تصير. أنت لازم الدنيا ماشية على أسباب وقوى رب العالمين وسنن، وبالتالي إذا لا يمشي مع هذه السنن مهما دعيت أنت ما راح تستجاب دعائك، وهذا شيء وارد كثير في ديننا. هذا الشيء اللي نحن بنشوفه في الحياة، الطالب إذا ما درس ما بينجح. أيوة. الإنسان لما بيغرق بالماء إذا ما بيعرف السباحة ما راح يغرق. السعي والإخلاص يعني. في النية يعني إرفاق الإخلاص بالنية مع العمل الحقيقي، وليس فقط مجرد الدعاء والمناجاة. الفكرة المهمة دائما هي في علم الإدارة، جماعة الإدارة بيعرفوها دائما. نعم. حط في إدارة bad scenario good scenario، أفضل السيناريوهات وأسوأ السيناريوهات راح تصير. لما تحط في قلبك في نفسيتك افضل السيناريوهات حتى ترتاح نفسيا، ان شاء الله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ان شاء الله كذا، وحط في ذهنك في عقلك كمشروع أسوأ السيناريوهات، يعني أسوأ شيء ممكن يحصل ايش هو. بناء على هذا التفكير العقلاني في أسوأ شيء تبدا تحط خطط، وما بتجلس بتضيع وقتك في اشياء مثلا العاب او جالس عم تنط وبتشكي وبتبكي والى اخره.
من الأشياء المنطقية العقلانية تكون فيها، وقد يستغرب البعض من هذه الكلمة ولكن هذه وفق دراسات علمية، أنه أنا فيني هلأ شو ساوي حتى أدخل في سوق العمل بعد الحجر؟ التطوع. طيب يقول لي أنا ما معي فلوس أصلاً، يعني مش معتني أنه كيف التطوع؟ عم بقول لك التطوع لأنه أنت جالس وجالس ممكن تتطوع بأي عمل، فيه مثلاً اتصالات أونلاين، يعني ما في خرج كثير، بتفيد وبتستفيد حسب الدراسات نفس الوقت. حسب الدراسات العلمية التطوع أيوه تماماً بيرفع نسبة فرص العمل بنسبة 30%. جميل. على الأقل يعني كثير ناس بدأوا بالتطوع بعدين انتهوا بعمل، يعني بعرف كثير سيدات في الفترة الماضية أيام الحجر، سيدة يعني جالسة في البيت حكت لي أنا عندي خبرة بالإكسل، تمام؟ نعم. قدمت قلت لها لأحد أنا بمجل أجلس معكم من 8 الصبح إلى 5 بنظم لكم الحسابات وما بدي منكم شيء، هي منظمة يعني. جميل ما شاء الله. بعد فترة وجدت إنه هي عم تشتغل باحترافية عالية وتضبط أمورها بشكل كثير، فعرضوا عليها راتب، تعالي ما تتركينا خذي راتب وكملي معنا، والأمثلة كثيرة. واحدة كمان أحد الأخوات كمان من الحالات اللي كانت في الاستشارة أيضا قالت أنا الروضات طبعا ما أغلقت إلا للفترة الأخيرة، كمان عرضت نفسها متطوعة في أحد الروضات، تمام؟ أيضا بعد فترة حبوها الأطفال وإدارة الروضة عرضت عليها تعالي اشتغلي معنا معلمة أو أي شيء أنت، بس أنت مجالك الأطفال كثير حبوك لأن جدا لطيفة. جميل دكتور. التطوع يخلق يزيد فرص العمل على الأقل 30%. يعني طيب. رائع هذا الكلام دكتور. تفضل كمل. فكرة حلوة أنا بسويها، بمزح مع أصدقائي فيها بقول لهم رايح جيب خبز أو جبت خبز أو لا، يمكن فهمتوا علي. في عندنا في تركيا بيفتحوا مجال الخروج على شراء الأشياء والأغراض من الساعة 10 للساعة 5، فأنا دائما بروح بشتري خبز. الابتعاد والاقتراب مهم جدا في هذه الظروف، لا تجلس وجهك وجه زوجتك، تصير مشاكل زوجية فظيعة. ليش؟ مو لأنكم سيئين، لأنه الإنسان مركب على مدول الإنسان، فلما تجلس وجهك وجهها بيصير في ملل، اطلع جيب خبز يا أخي، يعني حتى لو ما لازم يطلع يمشي، يعني بخفف ضغط النفس اللي ممكن يكون فيه. اطلع امشي وممكن هيك في طريقة تأتي بشيء معك أو كذا، إذا يعني تحت شعار روح جيب خبز، هذه بتساعدك على عملية الابتعاد والاقتراب. نعم، نعم دكتور. طيب نحن رح نكمل أيضا هلا هي إن شاء الله تعالى. نعم، هدول الشرائح اللي نحن حكينا عنهم لربما هن الموظفين والعاملين، أو حتى كمان بأحد الدراسات قالوا أنه السيدات هم أكثر الأشخاص عرضة، أو اللي فقدوا بنسبة 5% هن فقدوا أعمالهم مقارنة ب 3.9 من الرجال اللي فقدوا أعمالهم بسبب ظل الظروف. لكن بالنماذج اللي حكيت لنا إياها هو بوابة اللي فتحت لنا إياها هلأ، فعلا باب عريض هو التطوع وكيفية التحصيل فرص عمل من خلال هذا المجال. رائع جدا، أنا بدي أشكرك عن جد دكتور على هالفكرة. بس نحكي شوي عن جانب الأطفال، ربما طلاب المدارس أو الجامعات، رح نحكي مع أكثر بالحالة النفسية والذهنية والروحية لهي الشريحة، لكن رح نطلع دكتور لفاصل إعلاني أخير. متابعينا فاصل إعلاني قصير وبنرجع مباشرة لنكمل حوارنا مع الدكتور ملهم، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل
حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد، مستمرين معكم بحلقة برنامج معكم في رمضان. حلقة اليوم 29 ترجع. رحب بالدكتور ملهم الحراكي وهو طبيب نفسي عام. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور ملهم. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع كيفية التهيئة ربما للاستعداد للعودة للعمل عند الشريحة العظمى من الأشخاص سواء كان نساء أو رجال. إذا منركز هلأ بهذا القسم عن الأطفال، الطلاب المدارس، طلاب الجامعات رح يرجعوا لدراستهم، ربما مقاعد الدراسة أو حتى امتحاناتهم، هي الحالة النفسية كيف ممكن نبسط لهم إياها بحيث ما يستصعبوا هي العودة من جديد وخاصة بعد إجازة طويلة؟ تمام. طبعا الأطفال هم الفئة الأضعف للأسف، الفترة الماضية شهدت تسرب دراسي كبير يعني من الأطفال، يعني صارت الأطفال مادة والأم. وأعتقد أنه يعني هذا السبب سببه أنه إما أمور مادية، عدم توفر وسائل التواصل أو كمبيوترات أو إلى آخره لدخول، هذا طبعا في فئة من هذا القبيل فقدوا دراسة من سنة تقريبا درسوا سبب عدم توفر هذا الشيء، أو السبب الآخر قناعات الأهل بجدوى التعليم أونلاين. بالضبط، التعليم أونلاين عند الناس يعتبرون أنه هو غير ذو جدوى، هذا طبعا غير صحيح. تعليم أونلاين تعليم معترف فيه، و مثل ما هلا نحن شفنا كثير في اشياء تعلمناها اونلاين،
بالضبط. فمثل الان انا اتواصل معكم اونلاين، فهو الحياه يعني بتعزز كثير 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 بشكل هذه، ونحن بنعمل جلسات اونلاين، جلسات نفسيه اونلاين، هم مرضى بكل دول العالم وعم يستفيدوا وبيتحسنوا والى اخره. فاذا يجب ان نحسن نحن كام واب قناعاتنا بالتعليم اونلاين، ونعم نلزم الطفل بفتره الدراسه يكون له مكانه الخاص. انا دائما بهاي فتره الحجر بنادي بثلاث اشياء: ان يكون للاب مكان خاص للعمل يختلف فيه، يعني حتى لو ما عندك عمل انه هذا مكانك الخاص تختلف فيه، حتى مثلا تبحث عن عمل تحضر لك دوره الى اخره، بحيث تغيب شوي عن اهلك او على الاقل تطلع على الحديقه مثلا. الابتعاد وان يكون لك زاويه خاصه، ايضا الام ان يكون لها ساعه خاصه. يعني الامهات بيحبوا هذا الكلام، إذا ساعة خاصة ما في أطفال، إذا بدها ما في زوجها كمان ما في مشكلة، حتى تأخذ نفس تشحن نفسها، إذا فصفص بزر ما في مشكلة، تشوف فيلم تقرأ شيء إلى آخره. المهم فترة هذه ممكن الحصول عليها، في ناس تقول كيف نحصل عليها؟ فيك تحصل عليها لو خططتي صح، تستطيع هيك ساعة تجلسي من الزمن، ساعة خاصة لك في عناية ذاتية إلى آخره. جميل. الأطفال طبعا من المهم جدا زي ما حكينا ان يكون لهم نظام يومي، مثل ما الاب والام يجب ان يكون لهم نظام بالنوم. طبعا الاسره يجب ان يكون لها نظام، ما نعيش في حاله فوضى بسبب انه ما في دراسه. يستيقظ الصباح، بيدخل على الاونلاين، بيخلص العصر، لازم يكون له فتره حركه، هاي شغله كثير مهمه. ما نجلس دائما الاطفال خايفين من كورونا، خايفين يطلعوا، هذا الكلام غير علمي. يعني الاطفال معروف انه خاصه دون 9 سنوات ما بينعدوا من كورونا، وإذا لعبوا في الهواء الطلق في مكان مفتوح احتمال إصابتهم أو نقل كورونا أمر يعني مثل ما بينت دراسات أنهم يعني ما في داعي لهذا الخوف الشديد. نعم ما في الخوف. اللي يلعب أنا بعرف مرة بحكي لي أب اللي والله من سنة ما طلع أولادي من البيت، يعني فقط بيطلعوا للشيء الضروري، وهذا يعني كثير بيعمل مشاكل. الحركة جدا مهمة للأطفال، حاول يوميا الأطفال يتحركوا ساعة ساعتين ثلاثة، كثير مفيدة لهم وكثير بتساعدهم. مسكوا عم تعالى هالراي، لمحبتنا احلى حكاي، ايد الطبطب جرح وهم، ايد تغني فرحة لب، ايد ترسم بكرة احلى، خطط للايام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن هل فعلا يعتبر مضر على الصحة؟ قصة مرعبة ومثيرة ومخيفة للبعض، قد تسبب التسمم أو يصل إلى الاختناق والموت لا سمح الله. إن السبب الحقيقي وراء تبلور فكرة الضرر لا ينتج بسبب الجمع بين هاتين الأكلتين، وإنما أن كلا المادتين الغذائيتين تعتبر مثيرة للحساسية. في عين الشخص بعض الأشخاص لديهم حساسية من اللاكتوز الموجود في الحليب، وبعض الأشخاص لديهم حساسية من بعض أنواع من الأسماك التي تحتوي على بروتين البارافا
البومين، هذا البروتين اللي يسبب صدمة أقية شديدة قد تصل إلى التسمم فعلا وإلى الاختناق لا سمح.